يو انا مش وحشك ولا ايه؟ ما تساليش عليا ليه؟ لا طبعا وحشني، وعلى فكرة بقى بسأل عليك، بس مامي بتقول ان انت مشغول. مشغول؟ انا بقى مشغول على يويو؟ ايه الكلام ده؟ انت مش عارفة انا بحبك قد ايه؟ على فكرة بقى انا مش بحب غيرك انت ومامي بس في الدنيا. وصحابك؟ لا انا ما عنديش صحاب، كلهم بيتريقوا عليا علشان انا مش بسمع كويس. لا يا روحي اكيد مش بيتريقوا عليك، تلاقيهم بس بيهزروا معاكي، بس هم هزارهم بايخ شوية. شكلك كده مش جاي طياري المرة دي، شكلك قاعد شوية. هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا مفيش. امال قعدتك دي بتقول ان دماغك مقلوبة؟ شوية مشاكل في الشغل كده. واللي عنده مشاكل في الشغل قاعد هنا بيحلها بقى، ولا المفروض يبقى هناك بيحلها؟ منى انا باجي البيت عشان اريح دماغي لو سمحتي. هو في حاجة حصلت في موضوع ريم ولا ايه؟ لا الموضوع ده قفلته خلاص. بس انت الشغل عمره ما بيضايقك قوي كده. على العموم لو في حد مزعلك وهين عليه زعلك يبقى ما يستاهلش. يعطيني الموبايل منه. الو الو باشمهندس عمر، ازيك؟ انا اسيل. ازيك يا اسيل؟ انا الحمد لله. بقولك ايه، انا بحاول اوصل لكريم بس هو تليفونه مقفول. لا كريم اجازه بقاله كام يوم. انا كمان على فكره مش قادر اوصله. طب انت ممكن تبعت لي اللوكيشن بتاعه في القاهره؟ حاضر من عينيا. ماشي. ايه ده، في ايه؟ مالك؟ معلش انا كويسه اهو. لا انت مش كويسه خالص، انت بتعيطي ليه؟ هو سعد اللي مزعلك؟ سعد مين؟ يا بنت سعد اللي انت حكيتي لي عنه. ورا ده خلاص، ده رميته ورا ظهري ولا كان اللي كان كان. عايز اشوفه تاني ولا اعرفه. طب لو مش سعد مين تاني مزعلك غيري؟ عايده. ضربتك ولا ايه؟ يا ريتها كانت ضربتني، كان اريح. امال عملت لك ايه يا فاطمه؟ عملت زيك، كدبت عليا، وانا الكدب بالنسبه لي اكبر من الضرب بكتير. طب ما هي اكيد عندها اسبابها. كل حد بيكذب بيبقى في سبب بيكذب عشانه، بس مش اي سبب ينفع نسامح فيه. طب احكي لي هي كدبت عليكي في ايه؟ ده خلاص انا قررت مش هحكي لك. ليه بقى؟ ليه؟ عشان يبقى عندي حاجه اخبيها عليكي زي ما انتي ما عملتي. ما كده دي قدام دي. ماشي يا فاطمه. عمر اهو خلاص بعت لي اللوكيشن بتاع كريم. هتيجي معايا القاهره ونرجع تاني بكره؟ بس تستاذني عايده. لا انا مش عايزه اروح في حته، مش عايزه استاذن حد. انا هقعد في البيت وهبالمره اروق، لما تيجي نبقى نتحاسب. هو انت هتقعدي في البيت عندي وادفع لك فلوس؟ انت مجنونه؟ متاخريش عليا. ماشي يا اختي، هطلع اغير. خلي بالك من نفسك انت كمان.